انا بعتبر 57 الحقوق على مصر بافضل 100 مره من الثلاث اهرامات الموجوده. ان هم يتعاملوا مع الانسان. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ولكم لرسول الله اسوه حسنه. انا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقلده وعلمنا ان احنا نقتدي بيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدا في الارض فاحقنا ارض ما فيهاش اخلاقيات، ارض ما فيهاش انسانيه، ولكن هو شايف حاجه احنا مش نعرفها ومحدش هيعرفها. لما كان حد ساعتها كان يقول له أمة هتبقى متسامحة، كان يقول الراجل ده أصابه جنون. لما كان حد يقول له الأمة دي هتبقى أمة قوية جدا وهتوصل لكل أنحاء العالم، كان يقول له ده تخلف. فكرة 57 كانت تخلف، كانت جنون. مين كان يفكر حاجة زي كل ده عمل بنفس السيستم سنة سنة. ثلاث أربع مبادئ اسألهم شريف وفكر البحث العلمي والإنسانية والتعاون كل ده هيبقى